تيري موجات إذاعة القرآن من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها. فاحنا ان شاء الله هنديله فرصة بعد مولانا الشيخ محمد عبد البصير، وبنستأذن ليها من الدكتور رضا جمع منصور ان سمع، لكنه اهل كرم وسوف يسمع. اشكر الاستاذ ابراهيم ابو علامة، اشكر لاخي الحبيب مؤمن الفكهاني، اشكر لكم جميعا، وهيا بنا ايها الجمع الغفير لنعيش مع ايات المولى الكبير والقارئ صاحب الاداء الجدير شيخنا محمد عبد البصير. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات. كانت لهم جنات نزلا خالدين فيها. خالدين فيها لا يبغون عنها. كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو جئنا بمثله مددا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
الفردوسِ نزولاً خالدين فيها لا يبغون عنها حيالا. خالدين فيها لا يبغون عنها حيالا. قل لو كان لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فليعمل عملا صالحا.
يرجو لقاء صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. صدق الله العظيم. الصوت وفير والأداء جميل والقارئ أصيل، تلا من خواتيم سورة الكهف فضيلة الشيخ محمد عبد البصير العلم القرآني والنجم الإذاعي الذي نسعد بصوته عبر أسير موجات الإذاعة في صلاة الفجر والجمعة واحتفالات الإذاعة وتلاواته الدورية، نشكر إلى فضيلته ونسعد أيضا به عبر أسير شاشة التلفاز المصرية والعربية.